ست نشوى تجيب من فضلك. سيدة نشوى، أنا بقول لك أنا اللي بتكلم مش الرئيس دلوقتي. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. أولا طبعا القصة مش أسماء، ولكن زي ما أقول زملاء سياسات، وفي ناس كثيرة من اللي ترشحوا ترشيح وافقنا عليهم ما نعرفش أسباب جيهم ليه أو التانيين مشوا ليه. لكن أنا بتمنى من السيد رئيس الحكومة أن ثانية حفظ إنه يرجع للجنيه المصري هيبته تاني. الدينار الكويتي ب65 جنيه، نرجع هيبة الجنيه، نشوف مشاكل المستشفيات، نشوف الدواء اللي مش موجود في الصيدليات. مش كل مشكلة يتدخل فيها السيد رئيس الجمهورية ويجيب الصيادلة علشان يحل المشكلة. السيد رئيس الوزراء عارفين عنده عبء كبير جدا، بس من فضلك في مشاكل كثيرة في البلد. بناء عليه سيادة النائب، مشاكل كثيرة في البلد، الأسعار، مستشفيات، التعليم، وأعتقد أنه هو أدي المسؤولية. وأتمنى أن السنة دي بإذن الله السادة الوزراء يحاولوا يحلوا على الأقل 50-60% من مشاكل الناس اللي في الشارع. شكرا.